هنا اعتدال، وحمد بن حويل يتابع اعتدال، احدى الصفقات الرابحة، احدى الصفقات الرابحة، اعتدال الى النوماس، الى الانتصار، الى الانتصار بقوة، بقوة، بحضور يتميز، يتميز. بنشرم، بنشرم، تحية، تحية، تحية لهذا البطل، لهذا البطل. احدى الصفقات الرابحة تخطف اول النوميس، اول الانتصارات باندفاعة اعتدال. خالد بن فيصل بن محمد بن شريم، بن شريم يضرب بيد بالحديد مع اندفاعة اعتدال. قفية منصة احتراما لهذه البطلة، تهانينا. والنوماس بينما المركز الثاني. بن فهد يا الهاجري مع وكاد، وكاد وكاد، ومحتفل، محتفل مع المركز الاول. الله، ولكن هنا الوصول مشتاق، مشتاق، مشتاق. عاطف يا عاطف يا بن عطية يا القرشي، وصل مع مشتاق، يا هو مشتاق للنواميس، مشتاق. يا راشد، يا راشد، يا بن سعيد يا المري المتابع لانطلاقتي، مشتاق، مشتاق مع الامتر. خطف الانتصار، خطف الانتصار. واحلى تحية لمالك هذا الشعار، عاطف بن عطية القرشي، من قدم هذا الشعار، من قدم لنا مشتاق، وهو مشتاق للنواميس، مشتاق. سلامي عليك يا عاطف يا بن عطية يا القرشي. واتانا موصول المضمن راشد بن سعيد المري المركز الثاني. مئة متر الأخيرة أيضا ملامح قادمة، عز تحركت، ولكن نعود إلى انطلاقة بنت النمر، مشوح بن عساف العنزي، ولكن أبناء الأمارات العربية المتحدة غيروا مع المركز الأول العصاف البطان، ولكن يب بب 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 بب. أحفيد بن سعيد بن ناجي الغفراني المري بالرملي، بالرملي الغفراني، الغفراني بالرملي، الأمتار الأخيرة يا باب 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 باب. يا هذا الشوط الكبير، صاحبة السيارة غيرت الأمتار الأخيرة. سلام يا بن حفيظ، سلام يا حفيظ، يا بن سعيد، يا بن ناجي الغفراني. نوف، نوف، أم الثلاث حروف ختمت هذا الشوط. شاهين غير الأمور، انطلقوا أبناء هذا الميدان، انطلقوا مع المقدمة. نعم متابعين الأعزاء، إنه شعار رايد بن دخيل الله القرشي. ما شاء الله، ما شاء الله، وتبارك الرحمن. أبناء الطائف ينطلقون مع هذه العروض المتميزة. ينطلق رايد بن دخيل الله القرشي مع المركز الأول، القرشي مع الفوز، القرشي مع الانتصار. سلالة شاهين لهم، ينطلق القرشي للفوز، ينطلق القرشي للانتصار. تهانينا له والف مبروك على هذا الفوز، وعلى هذا الانتصار، وعلى هذه النوعيات المتميزة. يا ابو مرشود، ولكن السحتون، السحتون عاد، وبطولة هي القادمة. اب 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 الواصلة ذخيرة، وصل الشيباني سامي بن سلطان بن هلال الشيباني، غير مجريات هذا الشوط. انطلق في المشيب مع المركز الاول، مع انطلاقة ذخيرة، 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 مع شعار سامي بن سلطان بن هلال الشيباني. مشكور يا سلمان يا بن فلاج، من يتابع هذا الشعار الكبير. تهانينا والنماس لمالك ذخيرة سامي بن سلطان بن حلال الشيباني. واسعد الله مساك على هذا الفوز، وعلى هذا الانتصار. والنماس مع ذخيرة سامي بن سلطان بن حلال الشيباني. شاهين
مع الخمسمائة متر الأخيرة. الله 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 الله، بدأ يستعرض مهاراته الكبيرة. شاهين 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 مع عامر بن راشد بن سعيد الإبراسي المري، غادر بنماسي هذا الشوط. كل ما أسرع يزيد الأكسجين واحتياطه ما نقص، بالعكس زاد. سلام شاهين، سلام سلام أبناء السح، سلام عامر بن راشد بن سعيد الإبراسي المري، من غادر بنماسي هذا الشوط مع شاهين. سلام تحية واحترام لهذا الشعار المتألق دائما وابدا في المحافل الكبرى. سلام شاهين سلام، وهاي لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والنماس. اللحظات الأخيرة، ولكن درب درب يا الحربي درب، ولكن أبا يا سلام القادمة وصلت عبد الهادي بن مرحي بن محمد المري، ولكن بلشة بن دلبج بن دلبج. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة مع بلشة عبد الله بن دلبج بن صالح الجربوحي المري. انطلق شعاري بن دلبج النوماس لمالك بلشة عبد الله بن دلبج بن صالح الجربوحي المري. سلام يا بن دلبج، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل والرائع. مالك شعاري بلشة عبد الهادي عبد الله بن دلبج بن صالح الجربوحي المري ثاني المراكز. كان فريد في المركز الاول، اضرب اضرب حرك يا راعي فريد. عبد الله بن دلبج بدات الاوامر، هناك للذيب لسالم بن صالح بن علي ال سليمان اليومي. هي الامتار الاخيره، الامتار المجنونه، امتار النوماس. طار وحلق طار وحلق طار وحلق فريد ينفرد، لكن حديث اخر عند الذيب عند الذيب. الذيب ماذا جرى لك؟ ماذا حصل لك يا فريد الذيب؟ الله لا 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 يا فريد الذيب روح بالنوماس، ينفرد بالصدارة لسالم بن صالح بن علي آل سليمان اليامي. لكي يقدم لنا هذا الانطلاق الكبير، لكي يأتي بهذا الاندفاع المثير مع انطلاقة شحاب عامر بن راشد بن راية. بن راية يأتي في هذا الانطلاق لكي يأتي بحضور شحاب على البداية بهذه الانطلاقة الكبيرة. عامر عامر بن راشد بن راية ممثل أبناء المملكة يأتي بهذه الانطلاقة الكبيرة والعملاقة في هذا المساء الذي يحضر فيه هذا الشعار، لكي يتجدد للأمجاد الكبيرة والغنية عن التعريف. سحاب إذن على البداية بشعار عامر بن راشد بن راية، تهانينا والنوماس على هذا الأداء المتميز والجميل. ثاني السعدون بدأ ينطلق، شوف الانطلاق، شوف الأداء من الجانب الأيمن، الإعصار الشرقي، الإعصار الشرقي بالرملان بالرملان إلى مراكز الأمان بالرملان، ينطلق بالانطلاق الكبير، يقدم لنا الجذاب مبارك بن فهد بن مبارك بالرملان بالرملان بالرملان، انطلق بالأمتار الأخيرة إلى النعيرية إلى الميدان الملكي. سلام ملكي ملكي والشعار ملكي، سلام بالرملان، سلام الاعصار الشرقي، الاعصار الشرقي غادر بالانتظار. تهانينا والف مبروك لمالك الجذاب مبارك بن فهد بن مبارك بالرملان المري. انطلق العجمية، انطلق والدوسري على المستوى الثانية، شعر عبيد بن سلمان اليوم الدوسرية. يوه
بلشة بلشة يا الغفراني علي بن محمد بن علي بلشة يا بابا 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 يا الدنيا الذهبية العجمية بلشة الداودية بلشة الثنية الكبيرة الثنية المميزة بلشة بلشة ولا الداودية الداودية انطلقت انطلقت الى النوماس الى الانتصار الغالي عادت بلشة بلشة ولكن التهاني والنوماس لمالك الداودية هنالك شعار وانطلاقة ناصر بن سعود بن ناصر العجمي بين مدارين. الابطال لا والله اللي تحرك وصل القحطاني واللحظات الاخيره يوه يا القحطاني وصل لكي يقدم لنا راهي ولكن ولكن الابطال في المقدمه القحطاني والحربي يقدمون لنا هذه الشعارين المميزه ولكن الامتار الاخيره اجداد اجداد اصمد يا راح اجداد اصمد وصل راهي راهي واجداد ولكن تهانينا والنماس على فوز صاحب العوايد وصاحب الانجازات لكي يضيف هذه النقطة الثمينة في سجله الحافل والملي في الانجازات اسعد الله صباحك يا الحربي على فوز صاحب البطولات تهانينا والنماس لسلطان بن مرشود بن عابد الحربي من ما بها حيلة دارنا اللي معاه